السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم واحد الوصفة اللي كتجي رائعة رائعة سهلة. الا تلفتوا اشنو ديروا للغدا ولا العشاء ولا دابا في رمضان تقدروا ديروها. كنشكر الصديقة ديالي فوزية اللي عطتني هذه الوصفة وجربتها وعاود جربتها، راجلي ووليداتي كتعجبهم. واليوم درت لها فيديو طلبا الاخت ديالي العزيزه زينه. المهم درت هذا الفيديو باش نوريها كيفاش كنحضر هذه الوصفه حيت كتعجبهم. دونك غنوريكم هذه الوصفه سهله مهله. بالنسبه اللي حار ما عرفش اشنو يدير العشاء ولا بحال هكا دابا في رمضان الفطور، سورتو انا عاد دخلت من الخدمه دونك ما عنديش الوقت باش نوجد بزاف تشيوات اليوم. دونك هنايا شحرت البصله مع بلوند بولي وخلطت معهم شويه ديال لي زيبيناغ، شويه ديال الزيتون مقطع صغير. هاد الوصفه كنشكر صاحبتي فوزيه اللي ولات عليا. دونك هنا خديت لاباتا فيلو، كنسرح غير شويه ماشي بزاف، كنسرحو واحد شويه بحال هكا على لاباط. شاك في كنسرحو بحال هكايا واحد شويه. كنسرحو مزيان، المهم نحاولو نديرو شويه في كل قنت بحال هكا. ومن بعد لاباطا فيلو كنحاولو نجمعوها غير بحال هكا، كنتنيوها بحال هكا، نحاولوا نتنيوها بحال هكا بحال غادي نصوبوا واحد بابيون ولا فراشه بحال هكا، وكنهزوها وكنديروها في المول اللي غادي ندخلوا الفران. غنعاود ندير واحده اخرى. دونك كما قلت كنسرحوا هاد الحشوه ديال الدجاج ومع البصله والزيتون مقطع. عاود كيف قبيله دونك كنحاول نجمع غير هكا شويه وكنهزوها وكندير عاود في المول اللي غادي يدخل الفران. صراحه مع هاد لاباطا فيلو كتجي بنينه وفي نفس الوقت مغذيه مع انسالاد، ما تعجزوش تجربوها. دونك غنكمل كاع الوريقات اللي عندي بهذه الطريقه ونتلاقاو من بعد. دونك لا كيف كتشوفوا هما درت تقريبا 4 ديال الوريقات معمرين بهذوك الحشوه. لاباطا فيلو عامره بالدجاج، كتقدروا تعمروها حتى بالطون مثلا، المهم ولا الكفته، المهم انا كتعجبني بلوغو ديال الدجاج كتجي زوينه. دونك من بعد ما كان شي كتجي بحال هكا مكمشه، من بعد ما كنكملوا كاع هذيك الحشوه مع العجينه اللي عندي غادي ناخذ واحد سلادي، غادي ندير فيه واحد ثلاثة البيضات، ندير واحد ثلاثة البيضات، غادي نصوبو بحال لاباغياج ديال الكيش باش كنديروها مع هاد، باش كنخويوها فوق من هادي ما كتجيش ناشفة. دونك وغادي ندير كاس ديال الحليب
افون قبل ما نطرب شويه دبي. دونك غادي نزيد عليه كاس ديال الحليب، وغادي نزيد واحد تقريبا نص كاس ديال زيت الزيتون، نص كاس معمر. غادي نزيد واحد شويه ديال الملحه، البزار، عندي شويه ديال البزار، وغادي ندير شويه ديال الملحه شويه مع هذا الخليط، حيت ديجا الحشوه راه فيها الملحه. دونك من بعد ما خلطت هذا الخليط ديال الزيت والبيض، كنخوي فوق من هاد لاباتا فيلو اللي عامر بهاد الحشوه. كيف قلت لكم انا درت الدجاج، نتوما كتقدروا ديروا كفته، تقدروا ديروا الطن. من بعد طياب ما كتجيش الورقه ناشفه، كتشرب هاد الحشوة وكتجي محمرة. دونك دابا غادي نزيد شوية الفرماج الكوك في الطبق، موتزاريلا ولا فرماج غرييغ. دابا غادي ندخلها للفران على 180 درجة، واحد 25، 20 حتى 25 دقيقة على ما تحمر، ومن بعد نتلاقى معكم باش نوريكم التقديم ديالها. دونك ها هي الوصفه ديالنا ديال اليوم اللي طابت، كيف كتشوفوا كتجي مقرمشه. غادي نقطعها ونوضعها في طبق التقديم وغنوريكم كيف ممكن نقدموها. دونك ها هي الوصفه ديالنا كيف كتشوفوا، كتجي اكله مغذيه ورائعه.